سريعا هكون بحضراتكم بصلايه، حبه بقدونس، شويه ركز في دي بقى، دي كفته بيتي قوي. شوف اللي جاي مني، قرن فلفل في النص كده، فلفل اسود كتير براحتي خالص، ده مش عشان زفاره، عشان طعم حلو، وحبه ملح برضو حلوين قبل ما احط اللحمه. كل ده اي حاجه يا جماعه اما نيجي نخلطها او نتبلها الاول لوحدها كده كده، اهو اهو ده الشغل يعني. والله ما عشاني، والله مش بتكلم عشان انا بعمل ده، هي الشغلانه كده. لكن لما احط كل حاجه على بعضيها واحط البهارات مش هيبقى غلط، ولكن مش صح قوي. يعني ايه يا شيف؟ الحاجه ما بتاخدش خالد حقها. فكده بص بقى بعمل ايه، استنى بس اكمل بيت البهارات واقول لكم انا قصدي ايه. وعندي في الكفته دي بقى في تيست مختلف، سنه سماق بتدي ريحه حلوه جدا. خد مني كمان تاتش جوزة الطيب تفرق، اه طبعا تاتش حبهان مش قوي، بص قد ايه كله فص، حلو الكلام. وسنه بهارات من عندي مشكله حلوه كده، شكرا على كده. وسنه ملح كمان ناعمه عشان التاني ممكن يكونش كفه. وامسك الاول الخلطه الحلوه دي، بص بقى اه والنبي ثانيه واحده، فص توم اه طبعا في الكفته، ايوه النهارده انا هديها فص توم، اه كمان فص، يبقى فصين توم. خد بالك يا شيف وقع منهم زيت، اقول لك ما تقلقش. بسم الله، وامسك ادعك كويس قوي الخلطه الحلوه دي، بص المنظر كده، شايف المنظر؟ طب شيف خد بالك دي فيها ميه، اقول لك عارف، بص كده معايا، بص 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 اهي، شايف الميه نازله ازاي؟ ليه بقى؟ عشان انا مش عايز البصلايه دي تنشف في الكفته، فسايبها بميتها. طب ازاي؟ هقول لك، لو انا سبتها كده هدخلها تتشوي، تطلع البصلايه تلاقيها طالعه من قلب المفروم وباين عليها ان هي محروقه شويه او ملسوعه، فبالتالي لا اسيبها سنه وابدا اعمل بقى اللي انا بعمله كله. بسم الله، بص الكلام افندم اهو. اه الحاجه ام حسام، صباح الفل يا ماما. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بحضرتك. زي حضرتك، اهلا بيك يا ماما، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ حضرتك جدا الحمد لله، والله الحمد لله. الله يخليك، انت منور الدنيا، ومبسوطه ان انا كلمت حضرتك. والله بوجود حضرتك ربنا يعزك، والله تسلمي. والله يعني انا مش عارفه اقول لك انا مبسوطه وسعيده. لا ده احنا اللي مش عارفين نقول لك ايه على متابعتك لينا ومكالمتك، والله علينا غاليه يعني. الله يبارك فيك يا، الله يخليك يا ماما، يا رب. انا الله يبارك في عمرك، اشترك معاك. الله يخليك، تحت امرك. الامر لله وحده يا ابني، الله يبارك لك يا رب. تأمرين امر يا ماما، حاضر لله. حالا في الكنترول، اشترك معاك، اتشرف يا امي والله. حالا في الكنترول سجلي بنات حضرتك، وان شاء الله في اقرب فرصه حلقه امهات حضرتك تنورني طبعا، اكيد اتشرف. حاضر، حاجه تانية؟ شكرا جدا ليك يا ماما. دلوقتي خلاص مفيش حاجه ولا في اي حاجه من الصعوبه خالص. العيش يمشي معايا اي نوع من انواع العيش، يعني ما عنديش مشاكل خالص في موضوع العيش البلدي، عيش شامي، ولكن أنا الصراحة بحب أوظف موضوع العيش، مش العيش بقى، الرقاق البلدي كأنه عيش. يعني إيه يا شيف؟ يعني الرقاق البلدي ده إحنا دايماً ظالمينه أو ناسينه، بس في جزئية إيه؟ لما يكون بقى المواسم بقى العيد ونعمل الرقاق. بالعكس أنا بجيب ده، شايف عامل إزاي؟ وده كده برضه بعمل حركة كل مرة، كده ده معناه إن هو فريش لما يبقى في إيدي كده. لما يتطبق في إيدي يبقى فريش، لو اتكسر بيبقى قديم. طب اعمل ايه عشان لما اجيبه يبقى يعني يمسك نفسه معايا شويه؟ اغطيه بلاستيك زي كده، ما عنديش بلاستيك، حته قماشه من الديه سنه اغطيه عشان بس ايه الامور تبقى واضحه. طيب حبه بقدونس، بسم الله، بصلايه حلوه مسكره مش حاميه، طماطمايه بدون بذور، يعني فصاصين طماطم وشايلين منها القلب عشان ما يصيصش معايا في الساندوتش، قرن فلفل شطه لو حبينا، معلقه سماق حلوه كده، و سنة ملح نبهر حاجتنا ونطعمها ونفركهم في بعض كده. اه بوفر وايت ده يعني بيطلع مع كل المشويات، بيمشي مع كل انواع الحاجات اللي ليها علاقه بالحاجات المشويه بالاخص، فذوقه عالي جدا. واساس الحركه دي مش حركتي يعني، ده مش افتكاست، لازم اقول كل حاجه. اصلها تركي شامي او تركي لبناني، بتمشي في كل حاجه. طيب خليني سريعا عشان ما نختصر وقت على حضراتكم، نوسع كده. بسم الله، نعم خمس دقايق قول ان شاء الله. بسم الله، هجيب عندي اللقمه الحلوه دي كده كده، وهجيب عندي حبه البصل الحلوين كده، وصباعين الكفته بتوعي اللطاف
معايا يا فندم؟ بص الكفته لما سويناها فاكرينها كفته من بقدونس وبصل، بص من جوه عامله ازاي؟ شوف الكلام، شوف ريحه كفته حلوه. ايه اللي ينجح الكفته معايا يا شيف؟ حته اللحمه المظبوطه المناسبه ان هي كفته، المناسبه للكفته. بعمل كده وبلم دي كده وبلم دي كده وبمشي واحده واحده كده 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 واروح عامل كده. تاني ايه اللي ينجح الكفته معايا يا شيف؟ بطلب من الجزار لحمه كفته مش لحمه مفرومه. لحمه الكفته نسبه الدهون فيها اعلى، هي اللي بتديني الطعم كويس. حط عند البصل متبل بالطماطم، صبعين الكفته بتوعي وافرشهم كويس كده، وباجي اروح عامل كده اهو. شوف عملت ايه اهو، واجي اروح جايب اليمين دي عامل كده وجايب اليمين الثانيه عامل كده، وبالراحه بايديا الاثنين. بص بعمل ايه اهو، بلف كده واحده واحده اهو كده كده كده. عايز اوديهم الفرن ماشي، مش عايز اوديهم الفرن هعمل حركه ثانيه برضو تمشي معايا. سنه زيت على طاسه حلوه تقلقوش ماشي، فرشه لطيفه واخلي الزيت او الزبده تبقى ماشيه في كل حته عشان لما اجي اخد اللون تبقى برضو الدنيا معايا تمام. واعمل كده اهو على ما اقفل الباقي. بسم الله شكرا، سيبهم قدام عينيا. تاني كده اهو، يلا ايه ده؟ ليه دبان هنا؟ مش معقول كده؟ عايز ازود الكفته ما عنديش مشكله، بس بعمل المعقول، ويعني اللقمه اهم شيء تبقى مظبوطه، مش شرط الكميات تكون يعني كده تمام. شوف الالوان، خدت بال حضرتك يا فندم؟ معانا ولا علينا ولا انت في ايه؟ بتصور، هتكون بتصور قناه ثانيه غيرنا والنبي. اوعى تكون انت فين دلوقتي؟ هنا في اون؟ انت معانا؟ طيب ادي اخر واحده، يلا يا باشا هنقفل كده 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 وشكرا. واللي بيطلع اهو تاني على القطاعه، شايف الملامح عامله ازاي يا فندم؟ ده اللي بتكلم عليه، الموضوع بسيط والله يا جماعه. الشغلانه مش عايزه يعني ايه حاجات صعبه اهو. خلاص ناخد لون هنا على ما نقفل دول، متشكرين. وبعدين يا شيف ولا قبلين، حبه الخضار الحلوين دول هينزلوا عندي هنا في الطبق برضو ماشي الكلام. وممكن اروح اعمل كده كمان، شوف، واروح جايب عندي لقمه لقمه من اللي انا حمصتها دي، شوف الملامح، واعمل كده. شوف يا باشا اهو، ساندوتش اهو يا باشا، مفيش اي حاجه اهو.